السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده السيد الدكتور طارق متري الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده في ليبيا ورئيس مكتب الامم المتحده للدعم في ليبيا. لن اطيل عليكم، السيد طارق متري سوف يحدثكم عن ما ادلى به من احاطه لمجلس الامن وما شفع عن الاحاطه من بيان لمجلس الامن وأحدث المستجدات بالنسبة لعملنا والأوضاع في ليبيا إجمالا. شكرا، السلام عليكم. يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الصباح لنتبادل الأفكار حول تقرير المرفوع عند مجلس الأمن الدولي بالثامن عشر من الشهر الجاري اليوم، وما أحاط به في ليبيا من أخذ ورد. ولا بد لي وقد أتيح لي أن أتعرف إلى نفر غير قليل منكم أن أشيد بمهنية الصحفيين المجلين ونزاهتهم الفكرية في نقل الأخبار وتفسير النصوص والتعليق عليها، غير أن الإشادة بكم لا تخفي واقعا آخر مريرا عنيت به دفق الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان يروجه أفراد قليلون لأمر ما في نفوسهم، فيحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه أو يضعون أقوالهم في أفواه سوى. ومما يدعو للأسف أيضا جنوح البعض إلى الخلط، إلى خلط مريئا كان أم متعمدا بين الخبر والرأي، وهو كثيرا ما يتلازم مع الاختصار الذي لا يفي الدقة حقا، وهو يستبدل ذاك الاختصار بخفة كلمات بأخرى لا يهمه أن بعضها حمال أوجه وأن دلالات الوقائع قد تكون ظنية لا قطعية. غني عن القول أني لست هاهنا في معرض إدانة أحد من كل هؤلاء سامحهم الله، حسبي التأكيد أنهم لا يسيئون إلي بقدر ما يسيئون إلى الليبيين أنفسهم، لأنهم لا يحترمون حقهم بالمعرفة وحريتهم في تكوين قناعاتهم بأنفسهم. أما بعد، فإن كلمتي أمام مجلس الأمن دورية، وهي بمثابة إحاطة بالوضع في ليبيا لا أكثر، فهي لا تصوغ سياسات ولا تعلن مواقف، بل تعرض الوقائع وتفسرها في بعض الحالات ملقية عليها الضوء الكاشف من منظور المبادئ العامة ومن منطوق القانون الدولي والقرارات الدولية والتجربة العملية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. هذا فضلاً أن الإحاطة هي حلقة في سلسلة من شأنها أن تسهم في قياس المتغيرات في ليبيا تقدماً أو تعثر. ويترتب علي أن أكرر قولا بديهيا ولا تعفينا بداهته من التفكير به، هو أن المخاطب في كلمتي هو مجلس الأمن، وأن مجلس الأمن مؤلف من 15 دولة من الغرب والشرق والشمال والجنوب، وهي دول تتابع الحدث الليبي باهتمام كبير، ولكنها هذه الدول
رغم إجماعها المبدئي حول دعم ليبيا وتأييد عمل بعثة الأمم المتحدة، لا ترى الواقع لا في الماضي ولا في الحاضر بعين واحدة. بعض هذه الدول يميل من فرط إبرازه للمشكلات إلى تعميق القلق بل المخاوف إزاء عملية الانتقال إلى الديمقراطية وبنائها. بناء عليه ينبغي الانتباه إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي واسعوا الاطلاع على ما يجري في ليبيا، وأنا لكل منهم قراءته للواقع فضلا عن الدوافع والمصالح، فللدول دوافع ومصالح وهي بطبيعة الحال ليست واحدة، ليست دوافع الجميع ولا مصالح الجميع واحدة. فمن السذاجة بمكان إذا أن أتجاهل هذا المعطى، ومن ضعف الحجة أيضا أن أشير إلى الوقائع المعروفة من دون الالتفات إلى القرائن بينها، قرائن سببية كانت أم زمنية، فالأحداث تتزامن أو تتراوت، غير أن الواقعية لا تحجب قوة الإرادة السياسية التي توخت في تقريري إظهار الفرص المفتوحة أمام ليبيا أياً كان من أمر الصعوبات، وحجم الصعوبات كما تعلمون كبير. لقد حاذرت الانزلاق إلى اعتبار الأفق في ليبيا مسدودا، وإن إلى حين، بل أكدت أن إمكانية التقدم على مسار تحقيق الديمقراطية وبناء الدولة ما زال أقوى من مخاطر التقهقر، احتمالات التقدم أقوى من مخاطر التقهقر، وهذا ما قلته بشكل واضح لا يحتمل اللبس، وها أنا أكرره أمامكم. لن أقرأ عليكم على مسامعكم كلمتي كلها فهي منشورة، سأكتفي بلفت أنظاركم إلى أبرز ما جاء فيها، وسأعتمد صيغة الرد الاستباقي لا عليكم بل على أسئلة أعضاء مجلس الأمن، فقد درجوا على توجيه عدد من الأسئلة لا بد لي من أن أخذها بالحسبان حين أعد تقريري. فإن أول ما يريد أن يعرفه أعضاء مجلس الأمن يتعلق بما تم إنجازه على الطريق نحو ضمان حصرية امتلاك الدولة للسلاح واحتكارها الشرعية في استخدام القوة لفرض النظام العام وصيانة أمن المواطنين واحترام القانون. هذا هو السؤال الأول الذي أسأله دائما. لم أتردد في الاعتراف أن ما أنجز هو في ظاهر الأمر قليل، إلا أنني شددت بالمقابل على أن القرار 53 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والذي يتجاوب مع مطالبة شعبية واسعة لا في بنغازي وحسب بل في كل ليبيا، هذا يفتح الباب واسعا أمام فرصة للتقدم بخطى واثقة. ومن الأسئلة أيضا ما يتصل بعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة والعوائق التي تحول دون الإسراع فيها.
ويقتضي الإنصاف من قبلي التذكير بأن المشاكل في عملية بناء الدولة لا تكمن في غياب الرؤية أو العزيمة، بل تكمن أولاً في المشكلات المتراكمة والتي لا يمكن إغفالها. فإرث نظام الطغيان إرث ثقيل، بل هو أقرب إلى الركام. القذافي ترك الدولة هي أقرب إلى الركام، وتتطلب بالتالي عملية إعادة البناء توظيفاً لأوسع الطاقات الليبية ودعماً دولياً كبيراً استشارياً أو تقنياً. وهذا ما دفعني إلى ملاحظتين اثنتين. فقدرة الدولة الليبية اليوم على استيعاب ما يقدم لها والاستفادة القصوى منه ما زالت محدودة. ما هو مقدم أكثر مما هو مستوى، إلا أن ذلك لا يستتبع تخفيف الدعم الدولي. هناك من يقول طالما أنهم غير قادرين على الاستفادة من كل هذا الدعم الدولي فلا داعي لتقديمه. أنا ملاحظتي هي على العكس من ذلك، يجب أن لا يخفف الدعم الدولي، بل يجب أن يزيد على نحو يركز على أولويات العاجلة على نحو مركز، لأن هناك في ليبيا احتياجات لا تحتمله الدول. وفي سياق متصل أشارت كلمتي إلى مجلس الأمن إلى بعض الآثار المحتملة لقانون العزل السياسي وإلى اتساع نطاقه وعدم الوضوح بعد المعايير. وقد قيل كلام كثير في هذا يمنة ويسرى وألقي جزافا. إن كلمتي لم تتعرض لمشروعية للفكرة المشروعة القائلة باستبعاد الفاسدين والمفسدين ومنتهكي حقوق الناس من جماعة النظام البائد عن الوظائف العامة. هذا مبدأ مقبول، أنا لم أناقش شرعية هذا المبدأ، مبدأ استبعاد هؤلاء الناس. ثم أن قانون العزل السياسي قد أقره المؤتمر العام، المؤتمر الوطني العام، وهو سيد قراره، وهو قانون نافذ. صحيح أيضا أن بعثة الأمم المتحدة لا تملك الحق في الطعن بهذا القانون. بعثة الأمم المتحدة لا تملك ولا تعطي نفسها ولا تدعي أنها تملك الحق في الطعن بهذا القانون. هذا قانون صادر عن المؤتمر الوطني العام وهو نافذ. غير أن المواقف الدولية المستندة إلى خبرات بلدان أخرى مماثلة لخبرة ليبيا استغربت ومن حقها أن تستغرب، من حق أي كان أن يستغرب، أن يشمل قانون كهذا فئات واسعة لا تحاسب على ممارستها بل على مواقعها في الوظائف العامة. يكفينا ذكر مثل الرئيس محمد يوسف المقرف الذي لم يحاسب على ذنب اقترفه أو على فعل أساء به إلى الليبيين، بل على وظيفة احتلها في المنصب. وهذا بالطبع أمر يثير الاستغراب في العالم كله، في العالم كله. ولم يكن باستطاعتي أن أتجاهل هذا الاستغراب، لم يكن ممكنا أن أسكت عن هذا الموضوع. على هذا الأساس كان لابد لي أن أفسر ما جرى.
فأذكر الوقائع التي سبقت إقرار القانون، ومن باب النزاهة ترتب علي أن أستعيد ملاحظات قد سبق وقدمناها للمؤتمر الوطني العام بطلب منه. كنت قد قدمت مجموعة ملاحظات للمؤتمر الوطني العام قبل التصويت على القانون، فاستعدت بعض هذه الملاحظات، وكانت هذه الملاحظات ليست تدخلا في شأن سياسيين لبنانيين ليبيين، لا حق لي بذلك ولا أدعي بأي صورة من الصور أني مخول لفعل كهذا، إنما كان يترتب علينا أن نستقي من تجارب الدول الأخرى ومن تجارب الدول الأخرى ومن المبادئ الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وكان يترتب علينا أن نقرأ هذا القانون قراءة متأنية ونلفت النظر إلى الالتباسات التي تحيط ببعض مواده، وهذا ما كان في مذكرتي رفعتها إلى المؤتمر الوطني العام، فاستعدت أهم ما جاء في تلك المذكرة لا أكثر ولا أقل. لكني بالمقابل لم أغفل الإشارة إلى أن فئة كبيرة من اللبنانيين من الليبيين أن فئة كبيرة من الليبيين تؤيد القانون المذكور، لا شك في ذلك، لا جدال في هذا الأمر. فئة واسعة من الليبيين تؤيد قانون العزل السياسي بصيغته الحاضرة، ومن شأنها، من شأن هذه القوى، من شأن هذا التأييد أن يكسب هذا القانون، بالإضافة إلى شرعيته القانونية، هو قانون شرعي من الناحية القانونية، يكسبه نوعا من الشرعية الشعبية. هذا القانون عنده شرعية شعبية، وقد قلت هذا في مداخلتي، لكن هذا لا يمنعني من استعادة بعض الملاحظات التي لا يختلف في أمرها اثنان على الأقل خارج ليبيا، ربما قد يختلف الليبيون في شأنها. من نافل القول أيضا في السياق المتصل، على الأمم المتحدة أيا كانت الظروف السياسية، مهما كانت الظروف السياسية، أن تذكر بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعو لاحترامها. سمعت دعوتها أم لم تسمع؟ ولا يشذ تقريري عن هذا العرف، بل يدرج التذكير به في سياق الأوضاع الليبية الحاضرة بنواقصها وعيوبها وممارساتها الغير المقبولة من جهة، وبالمبادرات التشريعية والعملية والمعالجات من جهة أخرى. ويهمني في هذا المجال أن أؤكد مجددا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليست هيئة تشكل ولا هيئة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها لا تتمتع بأي في سلطة قضائية، بل هي مصيرة للشعب الليبي وللسلطات الليبية في سعيها لتعزيز حقوق الإنسان. لأن حقوق الإنسان، فلننسى الأمم المتحدة، لأن حقوق الإنسان من أولويات الليبيين أنفسهم، لأنها أولويات وطنية، ولأنها في منزلة القلب من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة الليبية، لهذا هي مهمة. لا يخفى عليكم أن تعاطينا في مسألة حقوق الإنسان، رغم أننا لسنا سلطة قضائية ولا هيئة شكوى ولا هيئة تحقيق،
رغم كل ذلك مجرد تعاطينا بهذه المسألة ما ينفك يثير مخاوف عند فئة قليلة من الليبيين، ويثير توقعات عند فئة قليلة من الليبيين. الأكثرية، أكثرية الناس في ليبيا لا 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 تخاف ما مما نقوم به في مجال حقوق الإنسان، ولا تتوقع منا ما لا طاقة لنا على تحقيقه. لكن هناك أقليتان، في هذا السياق رأيت من واجبي أن أتوقف قليلا أمام مجلس الأمن عند التحامل وسوء الفهم اللذين تعرضت لهما الأمم المتحدة على أقلام وحواسيب فئة صغيرة خلال الشهور الثلاثة الماضية. الأخت راضية عند ملف كبير، أي منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2095، وقد تحدثت في كلمتي عن وجود أقليتين صغيرتين في ليبيا، لكنهما تحدثان ضجيجاً كبيراً. تنسب الأولى للأمم المتحدة خطة للتدخل في ليبيا أو الوصاية عليها، وهو أمر غير وارد عند أحد، ليس فقط عند الأمم المتحدة، ليس واردا عند أحد. أما الأقلية الأخرى فتدعو الأمم المتحدة لممارسة ضغط أكبر وأن على الليبيين، وأن تكون ذات حضور أقوى وأفعل في الحياة العامة الليبية. وهذا ما لا ينسجم مع المهمة التي انتدبنا من أجلها. لقد انتدبنا نحن لا لممارسة الضغط معنوياً كان أم سياسياً على الليبيين، نحن انتدبنا لتقديم المشورة وللمساعدة التقنية لليبيا في احترام صارم للسيادة الوطنية، وإن الحديث عن الأقليتين المذكورتين مهما على ضجيجهما، وضجيجهما عالي، لا يمكن أن يطغى على موقف الأكثرية التي نتطلع إلى مخاطبتها على نحو يبدد المخاوف التي لا أساس لها، ويبدد المبالغات في إثارة توقعات حيال ما تقدمه أو تستطيعه الأسرة الدولية. أيها الأسرة، لقد حاولت في كلمتي ألا أقع في محظوري التهويل والتهوين، بأن الأمور في ليبيا بلغ الاضطراب فيها حدا خطيرا، حاذرت الانزلاق نحو هذا، وحاذرت الانزلاق للتهويل، القول أن ليس من مشكلة في ليبيا، كل شيء يسير نحو الديمقراطية والدولة العصرية وسيادة القانون بخطى ثابتة لا تراجع فيها ولا تردد. حاذرت أن لا أهول ولا أهول، وهو ما دفعني لمقاربة القضايا الشائكة من مختلف زواياها، قلبتها وجها على بطن كما يقولون، وتجنبت اختزالها في بعد واحد من أبعادها، وتوخيت قدر الإمكان، وأنا أعترف بضعف إمكاناتي في الوصف المتسرع والأحكام المتسرعة، والأمثلة على ذلك كثيرة. أذكر منها على سبيل المثال ما ورد ذكره في تقريري عن إعلان دعاة الفيدرالية في برقة أول يوم، وهناك من قال متري يؤيد ما
مجلس فرقة الانتقالية. طبعاً لا يسهل والداً عندي بأي صورة من الصور. كل ما قلته أني متحفظ في تقدير مدى شعبياً هذا الإعلان. يعني هل هناك 5% من الليبيين يؤيدون مجلس مرقب؟ هل هم 3% أم هم 1%؟ لم أحسن في الأمر. وكلكم يعرف أن البلد والعالم عنده تقديرات. يعني أنا لم أدخل في هذا الأمر، قلت لا أستطيع قياس حجم التغيير، لكن كان من واجبي أن أذكر ما هي المبررات التي استخدمها مجلس مرقب الانتقالي، ما هي المبررات التي استخدمها لتبرير إعلانه مرقى إقليما فيدرالية من طرف واحد. ذكرت المبررات وقلت أنهم لهم تصورات، ووصفت تصورات هذه في جملة واحدة. ثم وهذا بيت القصيد، قلت المطالبة بالفيدرالية عن هذه الفئة شيء، ورغبة فئة واسعة من الليبيين في الشرق والغرب والجنوب في نوع من اللامركزية، واللامركزية غير الفيدرالية، ليس الاثنان معا، وأن هناك كثير من الليبيين يريدون توزيعا أفضل للموارد الوطنية. كما أردت أن يأتي تقريري موضوعيا في سرد الوقائع ومنصفا في تظهير مواقف الفئات السياسية المختلفة. لذلك شددت، وأنا أشدد مرة أخرى أمامكم، على أهمية الحوار السياسي بين الأطراف الكافة بما فيها بطبيعة الحال الثوار. لا بد من حوار سياسي، وقد وضعت خدمة إمكاناتي الأمم المتحدة في خدمة حوار لا يقصي أحد، حتى يصل الليبيون إلى توافقات وطنية ضرورية لنجاح عملية الانتقال. وختاما، لا أرى ضيرا في استخدام الكلمات التي أنهيت بها تقريري لمجلس الأمن، وهي أن الليبيين بالرغم من كل ما جرى على الصعيدين الأمني والسياسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم يفقدوا الثقة، وما زالوا متشبثين بالمبادئ التي قالت بها ثورتهم وناظر من أجلها ثوارهم، ومتشبثين أيضا برغبتهم في بناء دولة عصرية وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتقيم سيادة القانون.